نسأل الله العلي القدير اللي جمعنا في هذا المكان ونجعلنا في دار رحمته. حنا يا طول العمام ناصيكم، جعل ما ينصاكم شر، ولا نصاناكم الا انتم مجبان الدخيل. صبيان يام الاول منكم امامنا، والثاني علمنا ياصله ليام كلها مشايخ وعيان وجبر، رجال تحدون جيراننا دولة اليمن العزيزة، ورجال مثلنا وعزاز وكرام، ولكم نفوذ على مشايخهم وعلى معارفهم والرجل اللي شرواكم، هذا اللي جرمل يطرافكم. أما الباقي يلا يا سامع دبيب النمل في الليل الظلام، يا محسي أعداد الأوادم حيها ومواتها، يا فارج الكربات، يا من شل حن فوق العظام، يا عالما ما تخفي الأسرار في طياتها، نعوذ بك ونلوذ بك من كل شر وكل أثام، ونعوذ بك من لوعة الدنيا ومن لوعاتها. بسم الله الرحمن سمينا وشدينا الحزام على ظهور اللي يلوح البرق في شمعاتها، بيظل ميع جنوبها مثل الجواهر في الخيام، اللي لها يومين تمشي ما طفت ويلاتها، على وجيه القوم من طول السفر مثل الغمام، ومن الحياة محدني يميز هرجها وسكاتها. سلام يا صبيان يام ونعم يا صبيان يام، الله يسلمكم من الدنيا ومن صكاتها. سلام يا شيخان يام اللي تردون الجهام، اللي تلاقن الوجيه وردوا لسلاتها. يا حسين بن هضبان يا الشيخ الشهام بن الشهام، يا الشيخ ابن هضبان يا الشيخ الشهام ابن الشهام، جيناك جيناك لا جاكم كدر، واخذ العلوم وهاتها. سلام مجينا يا الشيخ ابن هضبان مدخال وسلام، سلام يا منصر رجال ويقضي حاجاتها. حنا الشلاوة من بن الحارث لنا ذروة سنام، عليكم زود. حنا الشلاوة من بن الحارث لنا ذروة سنا، قبيلة بين القبائل تنعرف غزواتها، وانسابنا الزهران من غامد سلاطين الكلام. ما عليكم جود، قبيلة بين القبائل تنعرف وقفاتها، وانسابنا الملك بني جومان فزعه واهتمام، رجل يمثل له قبيلة وحده عن ذاتها. وانته من رجال ليجاهم دخيل ما يضام، صبيان يام اللي ترد القوم عنها قواتها، صبيان يام اللي الاثر، صبيان يام اللي اختلط عجة ثميدي، صبيان يام اللي اختلط عجة ثميدي والعسام، تخلي سروج الخيل وتعي على نوقاتها. تكفون يا صبيان يام الشيخ، تكفون يا صبيان يام شيوخ وعيان ومقام، ما باقي الا تنزع الاعماق من جمهاتها. الشرع والقانون والسيف المصقل والنظام تكاملت، ما عاد باقي غير تنفيذاتها. الله من عين تنام وعين تسهر ما تنام، بين الرجاء والياس ندمانة على مفاتها. ودوا مشايخ اليمن منا تحية واحترام، والعذر من شيخان دولتنا ومن قاداتها. والعفو والله يا شي حصل ما هم مرضينا حرام، لكن هذه سيرة الدنيا وذي حالاتها. والعفو والسمحان من طبع الرياجيل الكرام، ما قل دل وزبدة علوم الرجال إثباتها. والسلام.